بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المقام بالدوحة مع نائب وزير خارجية جمهورية ليتوانيا مانتاس أودينماس القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل التنسيق وموقف البلدين في المحافل الدولية، وتطرق الجانبان إلى المستجدات باليمن والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار ومقاربة الحكومة لإنهاء الانقلاب وتحقيق سلام شامل ودائم مبني على المرجعيات الثلاثة.